متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. بين سبيشال وان والفيلسوف، مرورا بالسير والبروفيسور وحتى كارليتو وزيزو، تتعدد الألقاب التي يحملها عدد كبير من مدربي كرة القدم لتصبح في كثير من الأحيان أكثر تداولا من أسمائهم الحقيقية. هذا فيما يتعلق بالألقاب المعروفة للكثيرين منا. فماذا عن باقي الألقاب الغريبة التي أطلقت على بعض المدربين ويجهلها الكثيرون؟ وحتى في حال معرفتها يبقى السبب وراءها غامضا. فعلى سبيل المثال، يلقب الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا بالمغربي، والعبقري الإيطالي موريسيو ساري بمستر 33. وهناك أيضا مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي الذي يحمل لقب النملة. فما السر وراء هذه الألقاب الغريبة؟ الإجابة سنتعرف عليها سويا في هذا الفيديو الحصري كالعادة من قناتكم ميد سبورت. نبدأ بمدرب يوفنتوس الحالي الإيطالي موريسيو ساري، والذي يطلق عليه في الوسط الرياضي وخاصة في إيطاليا لقب العبقري المدمن. العبقري لأنه يتمتع بذكاء خططي وتكتيكي مميز، والمدمن لأنه يدخن بشراهة. لكن هناك لقب آخر قد لا يعلمه الكثيرون عن مدرب البيانكونير الجديد، وهو مستر 33، اللقب الذي أطلق عليه عندما كان يقود فريق سان سوفينو الناشط في الدرجات الدنيا الإيطالية في الفترة من 2000 إلى 2003. والسبب أنه أثناء التحضير لإحدى مباريات الفريق جهز ساري 33 خطة مختلفة لتنفيذ الكرات الثابتة، وكل خطة أطلق عليها اسم معين، وهو ما دفع النقاد فيما بعد لإطلاق هذا اللقب عليه. ننتقل لمدرب برشلونة الحالي وأتلتيك بلباو السابق الإسباني إرنيستو فالفيردي، والذي يشتهر بلقب النملة، وهو اللقب الذي أطلق عليه من قبل الجمهور الباسكي عندما كان لاعبا في أتلتيك بلباو في الفترة بين عامي 1990 و1996، ويقصد به الحجم الضئيل مع منسوب هائل وكبير من العمل والأخلاقيات، وهو اللقب الذي صاحبه منذ ذلك الوقت وحتى الآن. أما الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فيملك العديد من الألقاب، أهمها الفيلسوف وملك التيكي تاكا، وهي ألقاب أطلقت عليه من قبل الجماهير التي رأت أنه وضع مفهوما جديدا لكرة القدم بعد نجاحاته المبهرة مع برشلونة. لكن ماذا عن لقب المغربي؟ المغربي هو لقب أطلقته الجماهير المكسيكية على غوارديولا عندما كان لاعبا في صفوف دورادوس المكسيكي موسم 2005-2006، وذلك لاعتقادهم بأن بيب مغربي الجنسية لأنه يحمل ملامح تشبه إلى حد كبير ملامح المغاربة، خصوصا الشعر واللحية، وهو ما أكده النجم الأوروغوياني كريستيان أبرو زميل غوارديولا السابق في الفريق المكسيكي، مضيفا أنه لا يزال يطلق لقب المغربي على غوارديولا حتى الآن، بل إن الأخير يضحك عند سماعه ويعجبه كثيرا. بالإضافة لهؤلاء، هناك مدربون آخرون حملوا أيضا ألقابا غريبة ربما لم تسمع بها من قبل أو سمعت بها لكن لا تعرف السر وراء تسميتهم بها، كالإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق، والذي عرف بالأنشوجة، اللقب الذي أطلق عليه منذ أن كان لاعبا نظرا لبنيته الجسمانية الهزيلة. والأنشوجة هي نوع من الأسماك ينتمي لفصيلة تتميز بهيئتها الرفيعة. كما يلقب مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشامب بحامل الماء، وهو اللقب الذي أطلقه عليه نجم مانشستر يونايتد السابق إيريك كانتونا بعد استبعاد الأخير من قائمة منتخب الديوك ليورو 96 بسبب ركله لأحد المشجعين بإنجلترا، واختيار ديشامب قائدا للفريق بدلا منه، حيث رأى كانتونا أن دور ديشامب يقتصر فقط على تمرير الكرة إلى اللاعبين الأكثر موهبة منه، فسماه بحامل الماء. هناك أيضا الأرجنتيني مارسيلو بيلسا الملقب بلوكو، وهي كلمة إسبانية تترجم في العربية إلى المجنون، وأطلقت عليه بسبب أساليبه المبتكرة والمتغيرة في التدريبات، إضافة لتصرفاته المثيرة للجدل. ونختم بلقب تشولو الخاص بالأرجنتيني دييغو سيميوني، والذي أطلقه عليه أوسكار نيسي، وهو أول مدرب لعب سيميوني تحت قيادته في عمر 17 في أشبال فريق فيلس سارسفيلد الأرجنتيني، وجاء اللقب بسبب بنيته الجسدية الكبيرة مقارنة بباقي زملائه. واللقب نفسه يوجد له معاني كثيرة، لكن الأبرز هو أن هناك عصابة مكسيكية شهيرة تلقب بتشولو، وأيضا تشير الكلمة بأنه الشاب الذي يتحدث بلغة الشوارع ويكون شريرا بعض الشيء،
في نيل حقوقه وأسلوبه، عنيف ويدافع عن الطرف الضعيف دائما. فما رأيكم بهذه الألقاب الغريبة التي يحملها أشهر المدربين؟ هل معنى لقب النملة فعلا يناسب فالفيردي؟ وهل تبدو ملامح غوارديولا مغربية كما يعتقد المكسيكيون؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.